أهلا بكم إلى الفقرة المغاربية، ونبدأها بآخر التطورات في الجزائر مع هذه الانتخابات التي جرت اليوم، الانتخابات التي يطلق عليها الانتخابات الولائية في الجزائر. شهدت نسبة مشاركة منخفضة نوعا ما في الصباح، ولكن بعد الظهر ارتفعت نسبة المشاركة وسط عزوف من طرف الشباب، كما تابعت مراسلتنا في الجزائر. نتابع هذا التقرير. سابع انتخابات محلية بعد إقرار التعددية السياسية في الجزائر، تنظم أبكر بسنة وتستمر لعهدة من 5 سنوات مقبلة. تعتبرها السلطات استكمالا لمسار سياسي سبقه حراك شعبي طالب بالإصلاح، رغم أصوات تعالت تطعن في جدواها والسياقات الاقتصادية المحيطة بها. لحد الآن نستكمل المؤسسات الانتخابية في الدولة، وكما تعلمون فإن المؤسسة القاعدية للدولة هي البلديات تحت مظلة الولايات. أكثر من 40 حزبا سياسيا معتمدا يشارك في المحليات ومن مختلف التيارات السياسية، مع مشاركة جبهة القوى الاشتراكية لأول مرة منذ حراك فبراير. تخفف السلطات من أهمية مسألة العزوف عن المشاركة، وتؤكد أن غياب إجراء الانتخابات لن يكون إلا في 8 بلديات من ولايتي تيزي وزو وبجاية شرقي العاصمة. آلاف المترشحين للمجالس البلدية المقدرة ب 1541 بلدية، والمجالس الولائية بتعداد يبلغ 58 ولاية، وبنظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة لأول مرة منذ تعديل قانون الانتخابات، دون إهمال توجس وترقب للموجة الرابعة لكورونا التي دخلتها البلاد. طبعا مرافقة لعملية التصويت، هناك فريق طبي موجود على مستوى المركز يسهر على توفير جميع المستلزمات الوقائية من كمامات ومن مواد تعقيمية، إضافة إلى الفحص الذي أجري إلى جميع مؤطري المركز صبيحة اليوم وبالأمس. وبين تفاوت نسب المشاركة المعلن عنها بين الفترات الصباحية والمسائية، ينتظر أن ترتفع النسبة مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة، كما سيشكل المنتخبون المحليون الهيئة الناخبة لتجديد مجلس الأمة بعد 40 يوما من الآن. تراهن السلطات على إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة مع مطلع السنة المقبلة، إصلاحات تشكل التحدي الأكبر للفائزين في هذه الانتخابات. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. ومن الجزائر ينضم إلينا الأستاذ توفيق مقعد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. مرحبا بك معنا أستاذ. بداية، كيف تابعت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات؟ هل هي يعني بمستوى التوقعات من المشاركة، وكيف تفسر أيضا عزوف أو يعني نسبة مشاركة غير يعني أو أقل من المتوقع بالنسبة للشباب في هذه الانتخابات؟ مرحبا أستاذ جمال، ومرحبا بضيوف بالمشاهدين الكرام. أعتقد بأن النسبة النئوية التي تم الإعلان عنها حتى حدود الساعة 4 مساء، والتي لم تتعدى 25%، هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما هو كان مأمول منه بأن تكون هذه الانتخابات، هي لتجاوز عقدة المشاركة التي طالما أصبحت لصيقة بالسلطة هنا في الجزائر. وتفسير ذلك، هناك بعض العوامل الخارجية ومرتبطة بالظرف السياسي العام الذي تشهده الجزائر، وكذلك عدم تحقيق الكثير من الإصلاحات التي كان يأمل من رئيس تبون أن يقوم بها، بالإضافة إلى عوامل مرتبطة بالعزوف العام للعملية السياسية في مختلف مناطق العالم. لكن رغم ذلك تبقى هذه النسبة ضئيلة جدا نظرا لما طبيعة هذه الانتخابات المحلية التي ترتبط مباشرة بشؤون المواطن مباشرة، وبالتالي رغم استدعاء العديد من العوامل منها القبيلة والعرش وكذلك الشباب وانخراط وكذلك دعوة الأحزاب وانفتاحها على
العديد من الشخصيات المحلية التي كان يؤمل منها أن تجلب عدد كبير من الأصوات، لكن في تقديري أن هذه النسبة المئوية لن تتجاوز عند نهاية العملية الانتخابية 30%. طيب، هذه النسبة المتدنية برأيك هل تسبب حرجا للأحزاب حتى للقوائم المستقلة أيضا؟ في ماذا أخفقت هذه الأحزاب وهذه القوائم المستقلة في مخاطبتها للناخبين وللشباب تحديدا؟ لا أعتقد بأن السبب يتحمله فقط الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، بل كذلك للسلطة جزء كبير فيما يحدث الآن، وخاصة مع موجة الغلاء الكبيرة والواسعة التي مست جيوب المواطنين وتراجع الكبير للقدرة الشرائية، بالإضافة إلى العديد من المشكلات المرتبطة بيوميات المواطن، مما جعل الإقدام على مثل هكذا انتخابات قليل جدا. بالإضافة كذلك للأحزاب السياسية التي لم تقدم خلال الحملة الانتخابية في تقديري برنامجا واقعيا يلامس مشكلات وهموم المواطن، بل ذهبت في وعودها الانتخابية إلى أشياء غير واقعية، وهذا ديدنها في كثير من الانتخابات السابقة، وبالتالي لم يشعر المواطن بأن هذه الانتخابات سوف تكون مغايرة على الانتخابات السابقة، وخاصة وأن هذه الحملة الانتخابية جاءت عقب المصادقة على قانون المالية الذي فيه الكثير من الإجراءات التي سوف تزيد من صعوبة حياة المواطن، ورغم وإصرار النواب على المصادقة على هذا القانون رغم وعودهم السابقة بأنهم سوف يكونون صوت المواطن، لكن عند الانتخاب على قانون المالية كانوا في صف السلطة ولم يكن في صف المواطن. حتى الآن أستاذ توفيق لا توجد أي استطلاعات لنتائج هذه الانتخابات، يعني الأحزاب ماذا حققت وكم حققت في هذه النتائج، ولكن بتقديرك ما المتوقع منها؟ هل هي ربما ستكرس المشهد القائم بفوز ربما نفس الأحزاب بالمراكز الأولى، وبالتالي هي ربما ستكون تواصلا واستمرارا للمشهد الحالي؟ على مستوى الخارطة السياسية ومن خلال الأصداء عمليات الفرز التي ظهرت نتائجها إلى حد الآن، كل ما وصلني إلى حد الآن تبين بأن الخارطة السياسية سوف تظل مسيطرة عليها من طرف الأحزاب التقليدية، وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك بعض الأحزاب الإسلامية سواء حركة البناء الوطني أو حركة مجتمع السلم. بالتالي فهذه الأحزاب أعتقد من خلال تجربتها في المحليات الماضية أدركت بأنها يجب أن تنفتح على ترشيح أشخاص من خارج وعائها الحزبي، وهذا ما عملت عليه أغلب الأحزاب السياسية، مما جعلها تحافظ على نادات المشهد السياسي الذي كان في انتخابات 2007. أن يتم الحفاظ على المشهد الحالي في هذه الانتخابات كنتائج، ولكن السلطات أستاذ توفيق تراهن على إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة ربما مع مطلع السنة المقبلة. هذه الإصلاحات هل يمكن أن تشكل رهانا أو تحديا أيضا لهذه الأحزاب سواء القائمة الآن في البرلمان أو ربما تلك التي قد تصعد في هذه الانتخابات المحلية؟ نعم، وعد الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه الأخير بأنه سوف يقدم على تعديل قانون البلدية وقانون الولاية بما يسمح بإعطاء العديد من الصلاحيات للمنتخبين لإدارة الشأن العام، وهذا فيما يسمى بالحوكمة المحلية، وإشراك كذلك المجتمع المدني في إدارة الشؤون المحلية للبلديات والولاية. لكن في تقديري أنه ذات الخطاب الذي كان في قانون البلدية لسنة 2011 وهو المعمول به إلى حد الآن، لكن الإشكالية في الجزائر ليست مرتبطة بالنصوص القانونية بقدر ما هو مرتبط بتطبيقها. إذا كانت هناك إرادة سياسية للسلطة فعليا بأن تعطي للمنتخبين بعض الصلاحيات من أجل تلبية حاجيات والاهتمام بإشغالات المواطنين، فهذا يعتبر مكسبا للسلطة وللمنتخبين لتجاوز العراقيل البيروقراطية
الديمقراطية التي كانت دائما ما تكون حائلا دون تحقيق الوعود التي قطعوها. بغير ذلك أعتقد بأن للمجالس المحلية سواء البلدية أو الولائية ليست لديها من الصلاحيات التي يمكنها أن تحقق ما هو مطلوب وما هو منشود منها من طرف المواطنين. شكرا جزيلا لك توفيق بقعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. شكرا لك.